مرة بالك كما قالوا صدم شوية جامعة صدمت عليك واش تعلق مع الخبر هذا؟ انا بالك فات بالك الجرعه هذيك تاع الفيتامين بالك جرعه زايده بالك جرعه زايده يا دغري فيتامين حتى مواد محظوره ولا مخدرات الحمد لله انا خاطيني هذا الصوره الناس تعرفني الناس تعرفني من الاخر بين مزوي الفيتامين يا خاطر ان شاء الله ان شاء الله دوك نعاود نشوفوا التحاليل تبدأ أنت كي تناول هذه المواد يعني استشرت طبيب فارغ ما استشرتوش؟ جابين استشرت طبيب فارغ وعطالك موافقة تاعك باش؟ بيان سير نتيجة احنا موالف ناخذوا هذو الفيتامين ما في تاخذوهم؟ موالف ناخذوهم واش الفيتامين تاعك واش متعلقة يعني واش يعني تقوية العضلات ولا؟ تقوية العضلات ولا دينرجي دوك أنت بالنسبة لك يعني راك ما تلعبش الماتش الجاي تاع غيريزان كيما نقول لك حتضيع هذه المباراة هذيا واش تقول لصحابك واش تقول رسالة توصلها؟ وانا اتاسف على تضييع تاع المباراة ان شاء الله اصحابي ان شاء الله ينساو هذا الكار ان شاء الله ويكونوا ان شاء الله سوليدار في التيران ان شاء الله ويحققوا النتيجة. نتمنى العقوبة ما تكونش طويلة يعني ولا عندك ضمانات باش ما تكونش عقوبة؟ ان شاء الله نورمالمون ان شاء الله عندي ضمانات ان شاء الله باش ما تكونش العقوبة باش تكون عقوبة اذا حتى حاجة بنتعامل. بارك الله فيك. ارزوك يقدر نعرفوا عندي الفيتامين افرين نوريكم. صحة سلامة. عندي فيتامين. هذه اللي داروا لي هذه. مكمل غذائي. فيتامين. وش نهار ثلاثة عندك طعن على ولا تعاود دير تيست؟ نعاود ندير تيست ونشوفوا. ان شاء الله ان شاء الله خير ان شاء الله ما يكون والو غير خير. ان شاء الله. ما يتخلقش ربما. Je suis à la